بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. وأما بعد، موضوعنا اليوم عن بيئات الإيوسين مثلين بلوم التي تكون سيليكتف للين الكوليفورم، وخاصة الإيكولاي نتيجة لون المستعمرات التي تنتجها، والتي تكون جرين ميتاليك تشين. هذه البيئة تحتوي على المكونات الآتية: السكريات مثل اللاكتوز والسكروز، وأيضا الحمض الأميني البيبتون، وصبغتين تسمى الإيوسين والميثيلين بلوم، والآجر والبيتش القاعدي لها، وثنائي فوسفات البوتاسيوم. حيث أن أي مكون لين بيئة يأتي مكتوب عليها كما هو موضح في الصورة الآتية. فصبغة الإيوسين والميثيلين بلو تعمل توكسيك للجرام بوزيتيف بكتيريا، لذلك تثبط نموها على الطبق، وتكون سيليكتيف للكوليفورم بكتيريا أي المخمرة للي سكر اللاكتوز مثل الإيكولاي وكليبسيلس تروباكتر. لكن البيبتون مصدر مهم للي تغذية الميكرو أورجانيزم على الطبق، والآجار تعمل تصلب للبيئة، وثنائي فوسفات البوتاسيوم يعمل كبفر. فبكتيريا الكوليفورم التي تكون مخمرة للسكر اللاكتوز أيضا في مخمرة للسكر السكروز، بأن إذا حدث التخمير فإنه يتحول البيتش من الكلاين إلى أسيديك نتيجة إنتاج الأسيد نتيجة حدوث تخمر للي السكريات. فإذا كان التخمر عالي سترونج فإنه يعمل كومبليكس للي الصبغة بشكل عالي جدا، وبالتالي يكون لون المستعمرات جرين ميتاليك تشين، تكون جرين ميتاليك تشين يعني أخضر معدني لامع. لكن إذا كان الفيرمنتيشن حق اللاكتوز ضعيف فإن الأسيد المنتج ضعيف، لذلك الكومبليكس يكون ضعيف، فتكون لون المستعمرات بنية إلى وردية، لكن لا ينتج لون الجرين ميتاليك تشين. لذلك تعتبر هذه الميديا الإيوسين ميثيلين بلوم تعتبر ديفرنشيال، أي تفرق لنا هل هي منتجة للأسيد بشكل عالي فحدث كومبليكس فأنتج لنا الجرين ميتاليك تشين لذلك الإيكولاي، لذلك فرقت لنا الإيكولاي عن بقية أنواع الكوليفورم المخمرة، حيث أن الإيكولاي تكون منتجة للي الأسيد بشكل عالي، فبالتالي الصبغة حصل لها كومبليكس بشكل عالي الإيوسين والميثيلين بلوم، لذلك أنتج لنا اللون الأخضر. لكن بقية الكوليفورم لا تنتج اللون الأخضر، وهذا ديفرنشيال للي لابد أن تكون خطوات تجميع العينة وخطوات عملية التزريع والتخطيط تحت ظروف معقمة جدا. فأثناء التخطيط ووضعها في الحضان لليوم الثاني نشاهد النمو، مثلا زرعنا على الماكون كينج أو زرعنا على الإكس إل دي أو التي تنمي الجرام بوزيتيف أو الجرام نيجاتيف أو الجرام نيجاتيف مثلا فقط، وحصل نمو، فشكينا بالإيكولاي أو مثلا الكليبسيلا أو نشتي نفرق ما بين أنواع الكوليفورم، ممكن أيضا نعزلها على أمان على بيئة الإيوسين ميثيلين بلوم. الإيوسين ميثيلين بلوم نعزلها عندما نريد أن نتأكد هل هذه البكتيريا إيكولاي نتيجة اللون المميز لها أو لا، وأيضا ممكن تفريقها بين بقية أنواع الكوليفورم المخمرة. فمثلا الثلاثة الأطباق الآتية: زرع من عينة ستول أو يورين، أو ممكن زرع من صب كلتشر كما ذكرنا. في الطبق الأول تشاهد الكليبسيلا بأن المستعمرات حقه إيش ميوكويد، وتكون بينك إلى براون إلى بينك. أيضا الإنتروباكترياسين عملناها برمز الإكسي، الإيكولاي والسيتروباكتر والإنتروباكتر، هذه كلها مخمرة، لكن ذكرنا بأن بقية أنواع الكوليفورم عدا الإيشريشيا كولاي فإنها تكون منتجة للجرين ميتاليك شين، يعني مستعمرات تكون معدنية خضراء لامعة جدا، وهذا ما نشاهده في الطبق الثالث. لكن الطبق الأول والطبق الثاني نلاحظ عدم تكون هذا اللون، لأن كلا الطبقين أو الثلاثة الأطباق مخمرة للي السكر اللاكتوز، فحصل إنتاج للأسيد فتغير البي اتش، فحصل كومبليكس لصبغات الإيوسين
والميثيلين بلوم. لكن الإيكولاي تتميز بأن إنتاج الأسيد يكون بشكل قوي جدا، لذلك حصل الكومبلكس بشكل عالي فتكون اللون الجرين ميتاليك شان كما نلاحظه في الطبق الثالث. لكن الطبق الأول والطبق الثاني هنا الإنتاج للحمض يكون بشكل قليل، لذلك لم يحصل الكومبلكس بشكل عالي فظهر لون المستعمرات بينك إلى ريد. ممكن أن أفرق ما بين الكليبسيلا والإنتروباكتر من خلال حجم المستعمرات. حجم المستعمرات حق الكليبسيلا تكون عالية وميوكويد، والميوكويد والمستعمرات كبيرة نتيجة وجود الكبسول لها، لكن البقية لا تحتوي على كبسول، لذلك المستعمرات تكون صغيرة. ليس فقط الكوليفورم أي الإيكولاي والكليبسيلا والستروباكتر والإنتروباكتر تنمو على اليوسين ميثيلين بلوم، بل أيضا تنمو عليها البروتياس. وبما أن البروتياس قلنا عليها من الاس بي اس سلمونيلا وشيجيلا، والبروتياس لا تنتج الأسيد، لذلك لم يتغير البي اتش إلى الحامضي، فبالتالي الكومبلكس حق النيوميثيلين بلوم واليوسين لم يكون معقد بشكل عالي، فبالتالي لا ينتج لنا الصبغات الخاصة بالبينك إلى براون إلى بينك للمستعمرات، أو إذا كانت عالية جدا كالإيكولاي تنتج لنا صبغة الجرين ميتاليك شاين. لكن في البروتياس تكون كالرليس المستعمرات لكن البيئة بلونها. وفي الأخير تذكر دوما بأن تجميع العينة لابد أن يكون تحت ظروف معقمة، ولابد من الإيدنتيفيكيشن للي السامبل وأيضا للي البتريديش أو الأطباق التي سوف نزرع عليها. أثناء تزريع العينة نعمل لها تخطيط ثم نوضعها بالحضان لليوم الثاني، نشاهد النمو، وهذه النمو نشاهد عليها هل هي significant أم non significant أم intermediate. إذا كانت أكثر من 100,000 فإنها significant، إذا كانت من 100,000 إلى 10,000 colonize for minute unite لكل مل فإنها intermediate، وإذا كانت أقل من 10,000 فإنها insignificant وممكن نطلب عينة عينة أخرى. إذا شاهدنا النمو باليوم نفسه نعمل الجرام ستايننج ونشوف هل البكتيريا جرام بوزيتيف أم جرام نيجاتيف. لكن في اليوسين ميثيلين بلوم أجار هنا لا يتم تكوين الجرام بوزيتيف نتيجة السبب المذكور سابقا، وهي وجود الصبغتين اليوسين والميثيلين بلوم التي تعتبر توكسيك للي الجرام بوزيتيف. أيضا في اليوم ذاته إذا شاهدناها أن المستعمرات significant فإننا نعمل antibiotic sensitivity. كيف نعمل antibiotic sensitivity؟ نعمل suspension، يتم شرح كيف سنعمل هذا suspension بمحاضرة أخرى. فيتم أخذ الكوتن سواب من السسبنشن اللي يكون سيمي توربيد، ويتم مسح الأطباق الخاصة بالأنتيبيوتيك بشكل كامل ووضع الأنتيبيوتيك بملقاط معقم بالحرارة. تمام، ونعمل لو تحضين بالحضان لليوم الثاني شهادة الأنتيبيوتيك سنسيفتي تيست، نكتب التقرير. فكتابة التقرير يتضمن الاسم للمريض ونوع العينة ونوع البيئات المستخدمة وطريقة التحضين وايضا الجرام ستايننج والانتيبيوتيك سنسيفيتي، واذا وجدت بايوكيميكال تيست للتفريق بين الانواع يكون افضل. والسلام.